لما يغيب القمر والعقل به مربوش. بعد مسيرة موسيقية حافلة بالفن والطرب، رحل الفنان الكبير أبو بكر سالم مخلفا وراءه إرثا فنيا كبيرا لا يضاهى. ولتتبع مسيرة 6 عقود من الفن، كان لابد أن نزور مسقط راسه. في هذا المنزل المتواضع بمدينة تريم ولد الفنان الراحل الكبير أبو بكر سالم بالفقيه في 17 مارس 1939، ليبدأ مشواره المتميز. قال لنا صديق واحد الصديق، قضينا مشوار المحبة نحن وياه في مصر وفي المغرب وفي كل مكان. تجده على شهرته وعلى صيته الشائع في العالم أجمع وخصوصا العالم العربي، إلا أنه إنسان متواضع ودائما يسأل عن أقاربه وعن أرحامه وعن أخبارهم وعن أمورهم وشؤونهم. أبو بكر الذي سجل اسمه بين كبار الفنانين العرب في القرن العشرين، تنقل بين عواصم ومدن عربية كثيرة. كانت البداية من هنا، من مدينة تريم مسقط راسه الذي نشأ فيها وتلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة الأخوة، مرورا بعدن ومن ثم بيروت وجدة والقاهرة، ليستقر به الحال في 70ات القرن الماضي بمدينة الرياض السعودية. غزير الأداء والموهبة التي لن تتكرر، ترك أبو بكر خلفه مخزونا من مئات الأغاني في تجربة فنية فريدة. كل مرة كان أبو بكر يتعرض فيها لوعكة صحية يعود منها منتصرا، يهزم المرض في كل مرة، مقاوما بالفن كل الأوجاع، غير متخل عن جمهوره وعشاقه المنتظرين. للفنان اليمني الكبير شغف بالحياة نابع من موهبته الفنية التي تشبعت بها روحه الموسيقية بالتراث اليمني الأصيل، بين الدان الحضرمي والتراث الصنعاني إلى العدني مرورا باللحجي. ساهم فنان اليمن الأول بنشر الأغنية اليمنية في الأقطار العربية، كما لعب دورا بارزا في إثراء الفن على الساحة الخليجية، حيث عاش هناك لكنه ظل مرتبطا بالداخل اليمني متمسكا بأصالة الوطن في أغانيه مفردات وأنغاما. على مدى 6 عقود حلق أبو بكر في فضاءات مسرح الأغنية العربية، بعد أن شكل ثنائيا استثنائيا مع الشاعر اليمني الكبير حسين المحضار، وبين فترة وأخرى كانت إطلالته تشهد نقلة نوعية في الأداء والصوت، حتى مكنته من حصد لقب أفضل صوت في العالم. ظفر على إثرها بجائزة اليونسكو قبل أن يحصل في العام 1968 على جائزة الأسطوانة الذهبية، بعد توزيع ما يزيد عن 1,000,000 نسخة من أسطوانة أغنية إمتى أنا أشوفك. بالإضافة إلى ذلك، حاز الفنان والملحن أبو بكر على لقب فنان القرن الذي حصده أثناء تكريمه في جامعة الدول العربية عام 2002، مخلدا اسمه ومرسخا صوته كواحد من عظماء الموسيقيين العرب، ليرحل إلى ربه في 10 ديسمبر من العام الحالي بعد صراع مع المرض. هنا ولد الفنان الكبير الراحل أبو بكر سالم، ومن هذا المكان نشأت موهبة العبقري ابن اليمن الذي أحبها وأحبته صاحب أم اليمن وضبي اليمن. ومن المكلا حيث قال: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف. انطلقت مسيرته الحافلة لتطوف العالم العربي نغما وموسيقى. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة تريم، حضرموت.